السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم عبد السلام. اليوم حبيت سلسلة جديدة، حبيت أسوي هذه ها من بين فترة فترة براس موضوع، حبيت أسميه نقاش، إني بطلع موضوع وبتكلم عنه ليش مثلا كذا وكذا وكذا من هالكلام ذا. طبعا موضوعنا اليوم راح نتكلم عن نومان سكاي، ونومان سكاي ليش ردة الفعل كانت سلبية جدا، وليش الحماس النومان سكاي تقريبا شبه موت اللعبة أو ما خلاه زي ما كانوا يتوقعون الناس، وأخطاء من الشركة وأخطاء من سوني وأخطاء من الناس. فنبدأ نتكلم الحين. طبعا بعضكم يسأل يقول ليش حاطين جي تي اي، انا لاني والله ما ودي العب نو مان سكاي، نو مان سكاي صراحة الحين بدها تجيب لي النوم. هذا والله رد الوحيد ليش الحين. طبعا نو مان سكاي الحماس موته، واحد اللي سووا اللعبة الفريق وسوني، انهم ايش نبدأ بالفريق، الفريق ما علمنا وش اللعبة، بس جابوا لنا كل، لو تشوف كل اي 3 جابوا لنا واحد يمشي بكوكب ثم يطير بالسفينة، وقالوا لنا كل شيء راح يتغير. وسوني نفس الحال، سوني بعد قالت نفس الكلام، كل ما تورينا مقاطع ورتنا اللعبة وقالوا لنا اللعبة راح يصير ويصير 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 ويصير، ولا زال ما شفنا شيء. هذا خطأ من سوني، هذا خطأ من اللعبة. واثنين، خطأ من اللاعبين، اللاعبين نفسهم فجأة يعني هم زي بتقول اللي سووا اللعبة حطوا لنا مثلا ورقة فاضية قالوا ارسموا عليها، فكل واحد بينا رسم شكل، كل واحد بينا قام يتوقع اللعبة ايش راح تصير، بينما لو انهم هم طالعين وقالوا اللعبة راح تصير ماينكرافت بس بالفضل، ما اتوقع الناس راح يعصبون، ما اتوقع يعني هكل ردة الفعل السلبية راح تصير، ولا اتوقع ان في احد بينتبه لهم يعني مرة. بس بينما لا، اللي سووا اللعبة ساكتين ساكتين، ما علمونا شيء، وقالوا لنا روحوا وسط مجرة، وعلى فكرة ترى النهاية خياس، نهاية فاشلة، أبخر بالنهاية الحين. يلا بعطيك الحين ها، يلا ثلاث ثواني عشان تسوي ميوت الفيديو، واحد اثنين ثلاثة. النهاية وشي؟ النهاية انك تطلع بمحاكي وبس، فجأة كده طلعوا وقالوا انت محاكي بس، قالوا بس طيب وانا محاكي الحين بس، ولا في يعني اي، لا اي معاني ولا لا اي شيء. يعني زي مثلا عندك لو اللعبة جابت سالفة المحاكي بس بطريقة زينة، اللي هي ذا تالوس برنسبل، وانصحكم اذا تلعبون هذه لعبة الغاز، واللعبة ممتعة، ونظام المحاكي بها لانها جابوه صار له معنى، صار له هدف. فانا اقول ليش الحين الحماس اللي زي كذا، بقول لكم الحين ليش الحماس اللي زي كذا يعني ممكن يموت اللعبة قبل ما تنزل. ممكن تصير اللعبة يعني زي نو مان سكاي الحين، اللعبة مي بشينة والله العظيم، اللعبة مي بشينة نو مان سكاي، اللعبة العكس مي بشينة مرة. صحيح ان بعض الاحيان ممكن تجيب الهم، فهمت علي؟ يعني مثلا تجمع كرافتنج وبها شيء، ممكن تجيب لك الهم تطول بهنت بتجيب الهم، بس اللعبة يعني للأمانة يعني بكلها مي بشينة. فانا اقول ليش الحماس مثلا زي كذا ممكن يموت لعبه ثانيه، زي مثلا عندك الحين فايل فانسي ذا لاست جارديان، هذول اللعبتين انا شيء همهن. ليه؟ لان الحماس اللي بهن مره كبير ومره شين. فايل فانسي 10 سنين وذا لاست جارديان كم مره الحين انتظر، كل ما لهم يعلنون عنه وفجاه الى الان سوني تكون موجوده 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 موجوده. فهذه الان يعني يبي لها تسوي معجزه عشان تصير زينه. يعني الأمانة الآن فاينل فانتسي أنا لعبت الديمو حقهم، إذا كنت تقدر تسميه ديمو، كان بس مجرد تقدمه، هذا زي اللي تعطيها الرئيس حقك تقول هذه فكرة بس. وأتوقع إنه زي كذا، ها لأنه وش توقف كذا على شيء يتغير الجو، تضغط على شيء يحولك لسيارة، فهذا الشيء أنا همه الآن يعني، فهمتوا علي؟ فأنا أقول لكم شباب، إذا جيت بتشوفون اللعبة لا تتحمسون، لا تخلون الحماس يذبح اللعبة، يذبح اللعبة لكم. وإذا كان ودك مثلا، إذا مثلا عجبت، إذا عجبتك لعبة ما عجبت الناس الثانية، الله أكبر ترى عادي يعني. يعني ميب يعني هيك المسألة كبيرة، يعني أنا عندي ألعاب أنا أحبهن، وفي ناس كثير ما يحبون. يعني زي أنا أكثر واحد شفته أنا أحب راكون سيتي، هذه اعترفتكم، ما أعترفلكم اللعبة، أنا أستمتع باللعبة اللي أذكر ذيك حقت ريزن ديف اللي تلعب مع 4 أشخاص وتذبحون الزومبي، هذه أنا استمتعت به. أدري إنه ما هي بريزن ديف صدق، بس أنا استمتعت به. ورزن ديفل 5 استمتعت به، ورزن ديفل 6 استمتعت بش حق توصيل ليون كريس وناس ايش اسم ذاك الخكري ذاك، ايش كان اسمه ذاك مقرع جيك، ما ادري جيكوب، هذا اللي هو ولد ويسكر ذا الوسخ، هذا كان توصيله بعد خياس، وكريس كان توصيله خياس. هذا يعني ترى عادي يعني، استمتع باللعبة، الناس ما استمتعوا والله اكبر. فهذه والله انا الصراحة الحين من موقف نو مان سكاي الوم 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 اللي سووا اللعبه، لانه ما علمونا شيء، ساكتين ما علمونا شيء، وعدوا الناس قالوا اوه راح تتمشى مع لاعبين، فرصه انك تشوف لاعب ضئيله جدا، هي راح تصير بس ضئيله جدا. ولا وفي ناس الحين تشوف الحين مقاطع فيديو، ناس
في لايف ستريم مرة اثنين تقابلوا نفس المتجرب نفس الكوكب لازم ما قابلوا بعض، فبعضهم الحين يقولون اه النت خربان، النت حق اللعبة للأمازون. فهذا ردي الثاني، ليش تنزلون اللعبة شبه من منتهية؟ ها ليه؟ ما بشي. وسالفة انك تغير اسامي الكواكب وتغير اسامي المجرة ما منها فايدة، ليش اغير اسم شيء اذا ما كان احد راح ينتبه له؟ صح ليه يعني؟ امانة كان يستكشف مكانه ما حد، ويمكن ما حد راح يجي، ليه تعب عمري؟ ليه تعب عمري يعني؟ اللعبة اللي اقول لكم صراحة اللي اقتلها شيء، اللي اقتلها الحماس وليش يسمونه هذا اللي سوى اللعبة ما علمونا شيء. يعني الحين قهرتني هذه، يعني علمونا ترى والله ما كنا، ما اتوقع الناس كانوا بيعصبون زي الحين لو علمتونا مثلا قولوا هي ماينكرافت بس بالفضاء. لا هي ماينكرافت بالفضاء، لا تلعب علينا يا شان، سامعك انا شايف مقابلاتك. اذا واحد جاء قال هذه اللعبة زي سرفايفل زي ماينكرافت يقول لا ما هي بكذا، لا تلعب علينا ولا اخوك، لا تكذب تكفى. اللعبة ماينكرافت بالفضاء، واذا شريتها نومان سكاي واستمتعت به ما اقول بس يعني استمتع، الله يقويك، هذا رد الوحيد. يعني انا شريت نومان سكاي استمتعت به شوي، بس الحين والله صراحة العب الحين تجيب لي الهم، والله صدق تجيب لي الهم، وراها تعب عمري وراه يعني ارجع وقتك كمل. وكرافتنج به مر مبهك زين، يعني زي مثلا عندك ممكن تحفر شيء يقول لك مثلا هذا بلوتونيوم او هذا مثلا زنك او هذا نيك او شيء كذا مثلا، فهمت عندي؟ بينما ماينكرافت مثلا اذا كسرت شيء تعرف ان هذا ايرون، تعرف ان هذا كول، تعرف ان هذا ستون، تعرف ان هذا ديرت، واضح الاشياء. بينما بنومان سكاي ما تدري هل هو كاربون ولا لا، واضح يطلع الشيء اللي ما انت بتبيه، فتتبهدل انت. ونظام الانفنتوري به شين جدا، نظام الانفنتوري به مرة سيء من البداية، مرة سيء مرة شين. هذه والله هذا ودي الوحيد يعني اقول لكم ليش الحماس يعني حق نومان سكاي قتله حرفيا. اللي سووا اللعبة ما علمونا شيء، كانوا بس ساكتين يقولون اوه يمكن ويمكن ويمكن ويمكن، وخلى هذا الناس هم اللي يعبون الفراغات، فهمت علي؟ يمكن ويمكن. والاونلاين هذه مثلا في بعض الناس قالوا الاونلاين راح تتمشى، تشوف انتوا لاعبين بلفظة تتمشون مع بعض، ما صار هالشيء، ما صار الى الان. وانا العب شفت احد تو ما كتب عليك واحد قبل فتره ارسل رساله قال استكشفت مجرتين انت مستكشفها، هذه بعد كم فتره هذه. ف حرفيا الحين نو ماسك يعني اذا كنت تحب تستكشف، اذا كنت تحب تسوي كذا اشتري، الله يقويك. واذا شريتها انت استمتعت بها الله يقويك. بس انا عن نفسي اقول لكم ليش اللعبه مايته بالنسبه لي، هذه كما كوكو عبد السلام. ان شاء الله يمكن نسوي هذه السلسله، هذا سمي نقاش اذا مثلا موضوع راس، موضوع براس موضوع او شيء زي كذا، موضوع راس واو براس موضوع او شيء قلته. يلا يعطيكم العافيه شباب على المشاهده، مع السلامه.